بعكس سابقه، عرفت محلات بيع اللحوم الحمراء هذا الموسم إقبالاً من طرف المواطنين الذين تعذر عليهم اقتناء الأضحية والعينة من أحد الجزارين بالعاصمة. أنا ما قدرتش نشري كبش، شت شوية غنمي شوية بقري، يسيني نشري قيسو 600 700. يعني كنت كل سنة يعني نضحي، هذا العام تعذر عليا الأمر، جيت باش نشري واش كتب ربي إن شاء الله. والسنة راهو غلاء أكثر من عام الأول، والحمد لله الإنسان يشري اللحم هكذا أون ديتاي. هذا العام باسكو الخرفة وطالع، كان الخرفة وطالع الغاشي كاع دار اللحم. عندنا لامبورتاسيون كاين عندنا في الهبرة تاع مدام دارت 110,000، كاين عندنا ثاني في الغنمي دار 210,000، كاين 200. لامبورتاسيون تاع إسبانيا الغنمي. لوكال ما جبناش والله ما خدمنا هذا العام باسكو طالع بزاف، ما احنا ما تسمحناش باش نبيعوا كاع بهذاك البرين. طوابير تقف لانتظار دورها في اقتناء اللحم لعيد الأضحى، أين أكد لنا البعض منهم أنه لم يتعذر عليه اقتناء الأضحية فقط، حتى زوائد الكبشة التي تعدى سعرها 14,000 دينار جزائري فما فوق. علي زبا راهم 1,400,000 وزيد لك عندهم شروط، يقول لك لازم كويس معاها، سخم لك قريب واحد 24-25 صافي زوج مليون و400 بزاف. دواره بوزلوف الاخرى والغرنوق 1,400,000 داروا صافي، سعر اكزاجيري. الكبده راهي دايره تقريبا 700 20,000 دينار، غرنوق والدواره بوزلوف بالكبده كومبلي صناعي كومبلي لقيتها ب 20,000 دينار. استغنيت على لي زابا، على كيما نقولوا حنا بالعربيه انفا نقولوا حنا بالدرجه الزلي في هذا، والدواره استغنيت عليهم ما نشريهم، يفوت العيد ان شاء الله اذا تشهيناهم نشروهم وهذه هي. ارتفاع أسعار الأضاحي قابله عزوف عن اقتناء العيدية والاكتفاء باقتناء بعض الكيلوغرامات من اللحم خاصة في ظل توفر المستورد.